أقامت مؤسسة التعليم فوق الجميع والإدارة العامة للأوقاف حفلاً للاحتفاء بالطلاب المتخرجين والمتفوقين ضمن برنامج قطر للمنح الدراسية، إلى جانب الترحيب بالطلاب الجدد للعام الدراسي الحالي. برنامج قطر للمنح الدراسية في قطر هو برنامج تنفذ مؤسسة التعليم فوق الجميع من خلال برنامج الفخورة وبدعم سخي من إدارة الأوقاف العامة. هذا البرنامج نمنح فيه منح دراسية للطلبة اللي ولدوا في قطر أو قضوا سنوات دراستهم في قطر وعندهم عقبات في الوصول للتعليم الجامعي. احنا حقيقة منحنا الدراسية ما تقدم فقط منحة دراسية جامعية، ولكن احنا ايضا يكون لنا دور في تهيئة هؤلاء الطلبة لسوق العمل، نعطيهم مهارات يقدرون ينافسون فيها في سوق العمل خلال فترة دراستهم، ومتابعة دورية لهم من ناحية اكاديمية ومن ناحية سلوكية. الحمد لله تم قبولنا بالمنحة بعد الفصل الاول، والمنحة ما شاء الله يعني برنامج متميز يعني بكل المجالات، بما انه يعني نظرا للدورات اللي بقدمها والورشات والوركشوبس يعني اللي بقدمها، بالاضافه الى انه مهتم بالطالب من جميع الجهات، يعني بانه ياخذ خبره جديده وانه يدرس ويتكفل بكل دراسته، بالاضافه اخر شيء انه يدخل دورات او ورش عمل بتفيده بالمستقبل ان شاء الله. ويوفر برنامج قطر للمنح الدراسية، وهو برنامج فريد من نوعه تنفذه مؤسسة التعليم فوق الجميع بدعم من الإدارة العامة للأوقاف، المنح الدراسية للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و25 عاما ممن أمضوا معظم سنوات حياتهم في قطر، ويمكنهم من استكمال تعليمهم العالي في الجامعات التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، وهي جامعة قطر وجامعات المؤسسة التعليمية وجامعة الريان وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة كالجاري في قطر. شهدت حديقة متحف الفن الإسلامي افتتاح المعرض الرمضاني للمشاريع الإنتاجية الوطنية بازار من الوطن، وذلك بحضور سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة. طبعا هاي النسخة الثانية من بازار المشاريع الإنتاجية الوطنية، هاي النسخة كان فيها عدد أكبر من النسخة اللي طافت، العدد أكثر من 20 مشروع إنتاجي وطني. المشاريع تتراوح ما بين مشاريع من الوطن وأيضا مشاريع أخرى، مشاريع فيها استدامة أكبر، فيها أشخاص يحرصون على عدم هدر الموارد. طبعا الوزارة لها وايد أمور مثل البازار، خصوصا في آخر فترة قاعد نحاول ندعم مشاريع الإنتاجية الوطنية بكافة الطرق، نحاول ندعمهم اقتصاديا، نقدم لهم دورات عديدة في مجال الثروة وكيفية الإعلان وكيفية التسويق لمنتجاتهم، وأيضا نعطيهم دورات في مجالهم بعض الأحيان في مجال العطور في هالأمور. أمانة الوزارة دائما يعني قايمة بدورها وأكثر صراحة، لأن احنا كذا مرة جينا دعوة على أساس ان احنا نشارك ونحن نوصل حق الناس البزنس. بالنسبة لنا احنا كطريات هذه فرصة حلوة، يعني هذه تغنينا عن الدعاية عن الماركتينج اللي ممكن ندفع عليه فلوس، فاحنا موجودين ان شاء الله اليوم، والدعم هو الدعم الأول وجودكم انتم معانا اليوم. هذه المشاريع جدا مهمة، لأن إحنا لما ندعم أهل البلد وندعم مشاريعهم البسيطة هذه المشاريع راح تصبح مشروع كبير. لهذا السبب أنا موجودة هنا، أنا بديت يعني من الصفر واللي وصلت له اليوم بسبب الدعم اللي لقيته من الأهل ومن أهل البلد ومن بلادنا، فبالعكس هذا شيء ضروري يعني لكل شخص مبتدئ، وبادرة جدا جميلة. المشروع بتاعنا فيه أكتر من مجال، إحنا عندنا إعادة تدوير، عندنا إعادة تدوير للخشب، إعادة تدوير للورق، للمعادن، بشكل عام إعادة التدوير، أوكي؟ وعندنا فنون مختلفة تانية زي مثلاً الديكوباج، الميكسد ميديا، الكولاج، عندنا كمان المكرمية، عندنا التيرازو. بادرة تبرع وأقرأ تهتم بشيئين، الاستدامة والأخلاق. شلون تهتم؟ استدامة بخلال تدوير القصص، وأنك قاعد تحقق الهدف الرابع اللي هو التعليم الجيد، وتهتم بالأخلاق أنك قاعد تعزز خلق العطاء ونشر المعلومات. إحنا
ليش سوينا هالمبادرة؟ لأن أول آية نزلت في القرآن هي أقرأ، عشان كذي إحنا سوينا المبادرة. معني أنا اليوم هنا عشان أنشر ثقافة لغة الإشارة وأخلي الناس يتعرفون شنو هي لغة الصم. وتسعى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة من خلال هذه المبادرات إلى توحيد الجهود المشتركة في سبيل تعزيز رفع الوعي والمعرفة لدى مختلف أفراد المجتمع، والعمل على تضافر الجهود لاستقطاب أفراد المجتمع للمشاركة في مثل هذه المشاريع التي تعتبر منصة ثقافية تهدف لتعزيز التفاعل بين الفرد والمجتمع. تزامناً مع اليوم العالمي لإعادة التدوير، نظمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة تدوير ومعالجة النفايات ورشة عمل للجهات الحكومية والمؤسسات وشركات القطاع الخاص حول الإطلاق التجريبي للإصدار الجديد لخدمات تصاريح التخلص من النفايات. إطلاق نسخة جديدة من برنامج تم تحديثه سابقاً، عندنا برنامج سابقاً تم تحديثه، وإطلاق نسخة جديدة وهو برنامج التخلص من النفايات. المستفيدين طبعا من هذه البرنامج هم الشركات والمؤسسات، وايضا الشركات ايضا الجهات الحكومية ايضا مستفيدة من هذا البرنامج. الهدف الرئيسي من البرنامج هو تسهيل على المستخدم طريقة استخدام هذا البرنامج وشلون تطبيق البرنامج بشكل فعلي، هذه من الاهداف الرئيسية. وايضا من الهدف الرئيسي هو صاحب الشركة يعرف حركة سير الشركة من ناحية هل السيارات عملت بشكل جيد، عنده صفحة رقابية على الشركة من ناحية نقل المواد، أيضا من ناحية هل تم تفريغ المواد إلى المواقع، أيضا ربط الجهات الحكومية أخرى مثل إدارة المرور، مثلا وزارة الداخلية معنا بالبرنامج. هذا وتسعى وزارة البلدية لتحقيق تحول رقمي شامل لخدماتها مؤسس على أحدث التقنيات ومن بينها الذكاء الاصطناعي، وذلك لرفع مستوى أدائها وجودتها. كشف اتحاد الكرة الطائرة تفاصيل بطولة كتر الرمضانية للكرة الطائرة الشاطئية التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع مؤسسة الحي الثقافي، وتستمر إلى 28 من مارس الجاري. وأجرت اللجنة المنظمة للبطولة مراسم سحب القرعة في قاعة كبار الزوار بالمسرح المكشوف بالحي الثقافي كتارة، وفيها قسمت الفرق الثمانية إلى مجموعتين، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي. البطولة هذه طبعا من البطولات العريقة اللي سنويا تقام في رمضان، من بدأت من 2014 تقريبا ومستمرة لحد الآن، هاي السنة العاشرة لها تقريبا. الفرق اللي متواجدة تقريبا 8 فرق تم تأكيد حضورها اليوم في القرعة، تم إجراء القرعة وتوزيع المجموعتين وتوزيع الفرق على جدول المباريات. نتمنى إن شاء الله نشوف مباريات جميلة، واللاعبين اللي موجودين يعني في الفرق متنوعين من جميع الرياضات طبعا، مش كلهم لعيبة طائرة سابقين أو حاليين، موجودين لعيبة قدم، موجودين لعيبة من لعبات مختلفة، بس لكن حبهم لكرة الطائرة وهوايتهم لها هو اللي خلاهم يسجلون طبعا ويتواجدون اليوم في بطولة كتارة. ونشكر طبعا الأخوان في مؤسسة كتارة على استضافة البطولة واستمراريتها، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، ونطلب إن شاء الله من الجميع الحضور والاستمتاع بالأجواء الرمضانية في كتارة. يشار إلى أن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى خصصت لهم جوائز بقيمة 60,000 ريال، فيحصل البطل على 30,000 ريال والوصيف على 20,000، أما صاحب المركز الثالث فيحصل على 10,000 ريال، كما رصدت جوائز قيمة لتوزيعها على الجماهير الحاضرة.